أنا إنسان بدوي واعتز بالبدونة. ها؟ أي شيء موجود في البدو وأنت تفهم أنك في البدو اسألني عنه وأجيب عليه. أما اللغة العربية والفصحى وما أدراك ما هي، وناس لغة ناس أحمد شوقي وناس نجيب محفوظ والحاجات اللي فوق، لا هذيش خلانا أهله يا أخي ما نشاركوا فيها، لأنه ما تعدوا علىنا، ما نشاركوا في مواضيعه، هو ما تعدوا علىنا في البدو.